يعني ايه مش عارفه اشوفه؟ انا بقالي شهر بحاول اقابله ومش عارفه. كرم مش موجود، لما يبقى يجي هبقى اخليه يجي لحضرتك. شايفين بتتدلع ازاي؟ شايفين هو حضراتكم عايزين تشوفوا مين؟ كرم البواب. ايوه كرم. ايوه البواب. مش هتشوفوه. كرم البواب ما بيظهرش غير وقت ما هو بس يحب يظهر، وكمان ما بيظهرش غير للناس اللي هو بس عايز يظهر لهم. انا بستناه كل يوم قدام الجامع من بعد الفجر. وانا بستناه قدام الكنيسه. وانا بستناه كل يوم قدام المعبد واولاد رجب فرع فرع لحد ما شعري شاب. لكن يظهر يا جماعه انه كرم ده طلع اذكى مننا كلنا. في ناس بيقولوا لي ان هم شافوا الشهر اللي فات في السويس مع الغريب. انا سمعت ان هو ظهر في العيد الكبير مره واحده وهوب اختفى. ده كان بس عشان يلم اللحمه. لعلمك بقى انا مش ماشيه من هنا لما اشوفه. يوه ما انا كرم مش موجود، لما يظهر هبقى ابلغه كل طلباته. يا جماعه انا عندي شغل بالليل، مستقبلي هيضيع، لازم اخد موافقه عم كرم لان ده شرط ماما الوحيد. انا دلوقتي عايز افهم حاجه، هو مين اللي بيشتغل عند مين؟ والله ما عارفين. يا جماعه كرم ده بيشتغل بواب في العماره دي، واحنا هنا سكان العماره. عندك حق. يعني المفروض يعرف طلباتنا ويسمعها كويس وينفذها لنا على طول. صح. مش كده ولا ايه يا جماعه؟ مظبوط كلامك صح. احنا عايزين كرم. ايوه عايزين كرم. نادي كرم. هقول لك كرم. نادي كرم. يلا يلا. ايه يا جماعه متجمعين ليه؟ خير ان شاء الله. طمعانين في كرمك يا كرم. اقصد يا كرم بيه، وكنا عايزين شويه طلبات صغيره يعني تجيبها لنا كبواب. لا ويعني ايه الطلبات دي؟ ما ينفعش تتاجل شويه يا استاذ توفيق، ما انت عارف ان ده ميعاد نومي. ايوه بس حضرتك احنا ما بنشوفكش خالص وما صدقنا نقابلك. يعني ما انتوا كلكم ليكوا طلبات يا استاذه هدى، طلبات طلبات، وكل واحد فيكم فاكر ان انا البواب بتاعه لوحده. وانا روح برضه لا مؤاخذه مانيش مايكروويف يعني. انا كان عندي نايت شيفت. لا معلش يا نسا، ما اقدرش اطلع لك النايت شيفت ده، انا ظهري تعبني وانت ساكنه في التاسع. يا عم كرم نايت شيفت ده يعني شغل مسائي، وانا بقى عايزه موافقه حضرتك علشان خاطر ماما دايما تقول لي ما تتاخريش بالليل علشان خاطر البواب ومراته يقول عليكي ايه. والله مش عارف لسه هنقول عليكي ايه، ممكن لما تروح النايت شيفت ابقى اجتمع انا والمدام ونقعد نشوف هنقول عليكي ايه ان شاء الله. طب بص يا عم كرم، انا كان عندي كده طلب صغير قوي، يعني انا كنت عايزه حضرتك يعني تفهم ان ده شغل وما تتكلمش عليا زي ما هو بتقول لي. ما ينفعش يا استاذ. ليه؟ امال الوقت فراغي ده اقضيه في ايه؟ حرام عليكم، انا بزهق من القعده واللعب في الموبايل التاتش طول النهار. وانا روح برضه يا اخوانا واحب التاتش. هو انت مش لسه قايل ما عنديش وقت فراغ وما عنديش وقت اجيب لكم الطلبات؟ ده وقت يا استاذه انظمه زي ما انا عايز، ولما بجيب طلبات دي بتبقى منحه هبه. هو انت مش ليك شهريه وبتاخدها بميعادك مظبوط؟ الشهريه دي حق القانوني مقابل الحمايه الونس حسي في البيت. انت ازاي يا استاذ تمنع حد جاي لي انه يطلع لي؟ واحد راجل قاعد في شقه لوحده وطلع له واحده ست، اقعد انا اعمل ايه؟ انا قاعد كده اديتي. انا مالي كده؟ مش ست دي مسنة عندها 93 سنه. 93 بقى 82 ماليش فيه، انا روح لا مؤاخذه ماليش كالكليتر يعني. بس بقى كفايه كفايه، انا تعبت منك، انت مش هينفع تتحكم فينا اكتر من كده. يا جماعه حكم كرم البواب باطل باطل. مشوني بقى زي ما انتوا عايزين يا حبايبي، مشوا. انا امشي، انا امشي حالا، وشوفوا هتعرفوا تجيبوا بواب غير ازاي، على الاقل انا عارفكم وعارفني. امشي بقى. لا امشي امشي. استنوا بس يا جماعه، يعني احنا عايزين برضو يعني يا كرم بيه نوصل لحل وسط، وانت في الاول وفي الاخر الاسم بواب، يعني شغلتك تقعد جنب باب العماره، ولو حد عايز حاجه من يعني اي طلبات المفروض يطلبها منك. اكتبوا طلباتكم في تقرير وارفعوا لوجي مراتي، لوجي لم منهم الطلبات ولميها باهتمام معدوم. حاضر يا سكر. بقرف كده ها؟ ما احنا كل مرة بنطلب منك الطلبات بنبعتها لك ونسمع حاضر وطيب، وفي الآخر بتختفي. موهبة يا أخي عندي، ربنا رزقني موهبة إن أنا بعرف أختفي، ما استغلش موهبتي؟ ما سوبر مان بيطير، حد قال له ما يطيرش؟ أختفي يا أخي،
بعدين انا روح برضه لمؤاخذه والروح تحب تختفي. طيب والطلبات اللي احنا طالبينها منك يا استاذ كرم؟ هوبا هوبا كده راح اختفى. حلوني بقى لغايه لما نشوفه المره اللي جايه. يلا احسن. على العموم هو ملوش في الطيب نصيب، انا كنت جايبه له الشهريه بتاعته وهي. هوبا